وينك؟ كنت ناطرك. السيد كورانا اتصل فيني وقال لي. ايه استاذ، السيد كورانا قرر انه يستبعدني. يستبعدك؟ هاد خبر كتير منيح، يعني صار عندك وقت هلا. خبريني، بدك تشتغلي بقسم الموسيقى؟ ايه استاذ. من ايمت عم تتعلميها؟ عم اتعلمها من صغري، يعني مع ستي. حلو كتير، عندي اخبار جديدة. سيد باندت بتعرفيه؟ هو قال رح يجي لهون لعنا على الكلية، وهو بده يعمل اختبار مشان يختار أشطر بنت تغني معه بالفريق. طيب استاذ، انت شو رأيك بهالشي؟ شو رأيي بشو؟ انك تكوني طالبة عنده. قصدك عني انا؟ لا استاذ. نانديني، انت بهالوقت ما فيكي ترفضي هالفرصة ابدا. ما عندي حدا بمدرستي بيعرف يعزف الموسيقى الهندية الكلاسيكية، رح تتشوه سمعتي. هذا العرض هو اقترحه. طبعا انا ما فيني اقول انه ما في حدا هون بيعزف الموسيقى الهندية الكلاسيكية، وهي احسن جامعة بالهند. بس استاذ انا عن جد ما فيني. رح اعطيكي فرصة. السيد بانديت رح يجي بكرة الصبح ويعمل هالاختبار اللي قلت لك عليه، لهيك كوني هون. استاذ نانديني مورتي، شو هالمشاكل يلي عم تصير مع هالبنت وما عم تقدر تحلها؟ طلبتني لهون؟ ها؟ أنا؟ إيه ما طلبتك؟ لكن ليش إجيت؟ ولا تقلي إنه أنت إجيت تدور على الجيتار، ها؟ أنت متوتر كتير صح؟ تعرفي؟ أنت شكلك بتنبسطي بس تزعجيني؟ جاوبي. لا. طيب لكن قلي لي شو قال لك المدير؟ اوه، يعني انت متوتر ومعصب كمان، شو لطيف. لا ابدا، اذا ما بدك تخبريني تمام، ما بدي اعرف. ماني انا اسفه، فينا ما نتخانق شي مره؟ عن جد؟ قصدي مين عم يسال؟ نانديني عم تطلبي ما نتخانق؟ ها؟ عن جد؟ شو كنتي عم تقولي؟ إنه بدك وهذا الشيء صح كتير، بس بتعرفي شو بفكر عن جد؟ بظن إنه أنتي بس عم تحاولي تلاقي كل الطرق لحتى تضلي بعيدة عني. إيه؟ ماني أنت كل يلي بقيلي هلا، أنا ما عملت هالشي، ما بعرف كيف أتعامل معه. دهاليز بي مرادل كي جو ركي तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम बाबा نوعدك انه من هلا ورايح رح نتعب اكثر من على هاي، انت مفصولة. ما فيك تفصلها، ماشي؟ ليش لا؟
أبي معه حق، نانديني ما فيها تكون مدير عليكم. أنا متأكدة لو كانت وحدة تانية محلها صدقني كان كل شي اليوم رح يكون أحسن. وأنا عرفت كمان إنه هي استخدمتكم لمصالحها، وهالشي هون مو مسموح أبداً إنه يصير، وهاد بدل إنه هي مديرة مو منيحة. هو الحقيقة يلي صار مع نافية كان مهم إلنا كمان. ايه عن جد شي مستعجل. ايه مهم كتير لكل الفرقة. هالشي مو مهم بالنسبة لي، يلي بهمني تجهيزات الألبوم وهذا شغله، وهي قصرت فيه. أنا ما بحب الفاشلين يلي مثل هاي. ليك سيد كورانا، رح يكون غباء إنه ما تفهم هالشي. هاي مو غلطة نانديني. اوعك تتجرأ تحكي معي هيك. أنا وظفت نانديني وأنا بقلعها، وهذا مو شغلك، مفهوم؟ لا طبعاً هاد شغلي. سيد كورانا ما فيك تقلعها بهي الطريقة، وإلا الفاب فايف ما رح. شو؟ كمل كلامك. الفرقة كلها ما أنا فيني دافع عن حالي. أستاذ بعرف أني غلطت بتدريبات مبارح، بس تأجيل الموسيقى كان سبب سوها. عفوا؟ الحفلات والتصوير، أستاذ بدأ الفاب فايف يعملوا كل شيء إلا إنني أتدرب. لهيك أنا كتير حاولت إني إلا سهى خليهم يتدربوا، خليهم يركزوا على الموسيقى، بس هي ما اهتمت للحكي، ما ردت علي. نانديني كتير سهل إنه تزتي أغلاطك على غيرك. أستاذ بعرف إنه غلطتي، بس ما أنك بحاجة تقلعني لأني أنا بستقيل. نانديني شو؟ ماني في سبب لهالشي. تجهيز الألبوم مسؤوليتي، بس أنا ما نجحت، أنا فشلت. أنا داخل إيه من كل هالدراما؟ بدي 3 أغاني ب3 أيام. بس أستاذ هذا مستحيل. هذا قرار نهائي، أنا اكتفيت لهون، ومن هلأ رح تكون سهى المديرة. نانديني من هاللحظة اتركي الفاب فايف مع مديرتهم الجديدة، وهي رح تعمل كل شي لازم. نانديني 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 اسمعيني. شو مالي؟ كيف فيك تروحي وتتركي كل شيء هيك؟ هاي مو غلطتك انت، كيف فيك تروحي هيك؟ شو اعمل ماني؟ واجه السيد كورانا، هو عم يعمل شغله وهذا قراره. انا طلبت منك تنطري. اسمعي فيك تبقي هون. ايه رح ندعمك نحنا. ايه نحنا رح نقول انك مثالية لهذا الشغل وبس، هيك القصة. انا بقول انه هاي غلطتنا مو غلطتك. شو رح يعمل كورانا؟ ما بيقدر يقلعنا. شو ممكن يصير أكتر شيء؟ إنه نعتذر. ماني عن جد ما شفت شو صار. شو يلي صار؟ كل يلي قاله السيد كورانا قاله بلسان بنته سهى. طالما أنا المديرة فهي رح تضل عدوة إلي. تصفل شو بدك فيها؟ نحن يلي بنخسر. هي بدها تساعدكم بالألبوم. إيه ويعني ماني انت ما فيك تترك الفاب. بلا بقدر. تعرفي ليه؟ لاني شايف انه بيقدروا يكونوا احسن بلا البوم وسقي فيني. ماني انت بتعرف انه هاد كان حلمك، انت كنت ناطر هالشي، هذا كتير مهم لك، ما فيك تخسره هيك بهالسهوله. اسمعي
أنا ما فيني شوف دموعك عم تنزل. طيب ماشي موافق، وهلأ لازم لازم ترجعي. ماني ليش ما بدك تفهمني إنه كل يلي قاله السيد كورانا صحيح، إنه تدريباتكم وتجهيز الألبوم كانت مسؤوليتي وأنا فشلت؟ معه حق السيد كورانا، معه حق. أنا عن جد أنا ما كنت قد المسؤولية وفشلت. لكن عنديني ما بعرف شو هو الغلط ويصطفلو. يلي بعرفه إنه أنت لازم تكوني لنكمل الغنية مع بعض. ماني أي غنية؟ هاد كان جزء. شو ما كان، اسمعي نانديني، أعطيني 3 أيام ماشي؟ بس 3 أيام رح نعمل 3 أغاني بس، وسقي فيني، هالشي مو صعب. ماني تقدر تعمل غنية لحالك، هاد موضوع بيخص حياتك. يعني ما رح تجي؟ عم تحكي جد يعني؟ أنا بدي أعرف إذا كانت علاقتنا مو رفقة. ماني خلاص. عم بحكي جد. مين هون؟ نانديني. ماني يلا. شو؟ لا تخافي. ماني يلا. بتصير هيك موقف وشوفك خايفة بتصيري حلوة كتير. تعرفي هالشي؟ انت شو؟ اسمع لازم نروح قبل ما يرجع. يلا ناندي. على كل حال هاد لشو؟ السيد بانديت رح يجي لهون على الكلية ورح يعمل مسابقة، وفي كمان مشروع إلي وأنا رح أكون مشغولة معه كثير. وأنا ماني حابة روح. ماشي ليش ما خبرتيني؟ ها؟ أنا رح كون مشغولة بالمشروع وأنت كمان رح تكون مشغول بالألبوم، وهالشي منيح إلنا ما؟ ايه لألبوم. يا ربي 3 أغاني ب3 أيام، أنا رح موت. ماني بتعرف أنت هلأ لازم تتحكم بحالك وتركز على الموسيقى.
خلينا ننسى بعض 3 أيام ونفكر بس بالموسيقى مو أكتر. إيه كيف هيك؟ دائما بدك يعني يكون بعيد؟ لا أنت كفي، لأنه أنا الصراحة رح روح مع سهى ورح نضل 3 أيام مع بعض. شو؟ إيه؟ ليش؟ ليش؟ شو يعني ليش؟ سهى بديانا نبلش بالتدريب على الغنية، لهيك بديانا نكون بعاد عن بعض منشان نهتم بالأغاني، منشان نركز على الأغاني، لهيك أنا رايح منشان الأغاني. هي سخافة ماني، عم تحكي عن جد؟ ليش؟ شو ليش؟ شو قصدك بليش؟ ما بتعرف سهى إذا بدها شي منك وأنت عم تحكي عن جد؟ يعني أنا ما بفهم، كل الوقت بتطلبي مني ما نهتم وركز على الموسيقى والموسيقى وبس واتحكم بحالي، وهاد يلي عم أعمله، وهلأ أنت عن جد ما عم أفهمك، شو مشكلتك؟ ماني أنت ما رح خليك تروح على المزرعة تبع سهى 3 أيام وبس. نانديني، أنا وسهى ما عنا شهر عسل، ماشي؟ وتذكري إنه الفاب فايف رح يروحوا، وكنت بدي أسألك إذا بقصد ما عندك مانع أكيد، لأن مديرتنا مانك شايف إنه هاد فخ مو أكتر وهي بدها توقعك. مصيدي خطة. نانديني توقعني؟ هالشي ما بيعني إنه رح أوقع بالفخ تبعه. ألو شو؟ شو فكرة؟ أنا ماني أوكي؟ ماني ولد. ساوي اللي بدك ياه، إذا بدك تروح روح، ما رح أمنعك إنه تروح مع سهى، لأنه بتعمل قصص شو ما كانت، تمام؟ إيه لأنه أنا ماني حابب كون معك، ماشي؟ وإذا بدك تصدقي إنه هي الطريقة تبع سهى، اسمعي رح روح معه وأشتغل بالموسيقى، رح أشتغل بالموسيقى وبس، ماشي؟ وبحال انت فهمتي هالشي ترك القصة، وإذا ما فهمتي لكان لازم تضلي طول اليوم عم تفكري سهى شو عم تعمل معي. شوفي ما عجبك يلا قولي لي. لا ماني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدون.